اهلا وسهلا فيكم اليوم على قناة حيدر هوكا. اعزائي المشاهدين، اليوم حيكون اختبار مميز جدا مثل كل الاختبارات المميزة يلي انا بعملها اليوم. هذا الاختبار حيكون عن الفرق بضرر السيجارة والارجيلة على الشرايين الداخلية لجسم الانسان. بدنا نجرب هذه التجربة. جبنا تيوب اوكي وجبنا هيدي بس، ولكن بطبيعة الحال انا عامل فيديو سابق حاكي عن الضرر علميا اوكي على الورقة والقلم، فيكن تتابعوه، حاترككن اياه فوق بالوصف، موجود كمان فوق فيكن تشوفوه، ما في اي مشكلة اوكي. هلا انا يلي كان بفكري انه اعمله، جبت هيدي فخدت هاي من هون، وبدي احط اكيد القطن هون وحط الموتير. طبعا هذا الموتير يلي بحب يشتري كمان انا ببيع منه، فيني انا اودي لكم اياه ما في اي مشكله اوكي. يلي بحب يعمل تجارب كمان يعمل التجربه اللي انا عم بعملها ويستفيد وينشر على اليوتيوب كمان لزياده الوعي اوكي. حط هيدي هون، فوتناها ومنفوت هون ومنحط القطن ونجربها بس، ولكن هيدي التجربه انا لقيتها صراحه مستهلكه نوعا ما اوكي. ليش؟ اذا بتفوتوا بتحطوا على اليوتيوب الفرق بين الارجيله هوكا في السيجارات وبتشوفوا الاجانب كثير عاملين هيدي التجارب وحاطين قطن، وفي كثير قصص يعني هيدي التجربه انه بالاخر يلي بحطوا سيجاره بحطوا 30 و40 و50 سيجاره واللي هو اوكي والاكثر من هيك. لما يحطون شو بيصير بالقطن؟ بيصير لونه اصفر. لما يحطوا الارجيله بس يحطوها ما بيصير لونه اصفر. صار النتيجة معروفة انه السيجارة ضررها اكتر بكتير. تمام؟ ما شفت ولا يوتيوبر بعد حاليا او قليل، لانه هي بتكون تكمل التجربة القطن فبيفتحوا لكم هيدي. انا بس بدي فرجيكم الشرايين، بس الشرايين. هيدي واحد. اثنين، بالنسبة اكيد الارجيلة، الفرق بين الارجيلة والسيجارة بدي ارجع اذكر بشكل سريع جدا اوكي. السيجارة فيها 4000 مادة سامة لتولعها وتدخنها، فانت بتحرق التبغ اوكي، وفيها قطران. الارجيله ما بتحرق التبغ بل بتغلي التبغ حتى التبغ بيسخن، بس اللي بيغلي ومظبوط هو الجليسرين، فالجليسرين يا بيكون طبي يا بيكون فيجيتابل او نباتي اوكي. فهذا هو الجليسرين. مكونات المعسل خفيفه جدا معروفه شو هي. هيدي نقطه. وما في قطران بالدخان، في قطران بالارجيله، ما في قطران. سو ما في قطران بالمره، يعني ما في انسداد شرايين اصلا من الاساس يعني بالارجيل. تمام؟ اعزائي المشاهدين، خلينا اول شغله نحط السيجاره. هحط السيجاره، اول شيء حبلش بالارجيله، حط الارجيله، شغل الموتور اوكي. ومن بعد ما شغل الموتور 10 دقائق، حقطع 10 دقائق فرجيكم اللون كيف، ومن بعد دغري حط السيجاره وكمان شغل تقريبا 10 دقائق وفرجيكم اللون كيف اوكي. هذا الاختبار ان شاء الله حيكون النهايه، لانه صراحه زاد اختبارات بين الارجيله والسيجاره والنتيجه معروفه اوكي. اعزائي المشاهدين خلينا نبلش الاختبار سوا وخليكم معي.